كتفرقوش ما بادياش هما كتفرقوش ني انت ما مشاو لهاد الكوره هذيك كيتفرجوها في التلفزه المره مشاو ما قالوا لنا حتى حاجه ما يبقاوش يتبعوا هاد الكوره ما يبقاوش يتبعوها ما يبقاوش يمشيو بلا اخبار والديهم ما يبقاوش يمشيو بلا اخبار والديهم ويسمعوا هضره والديهم ما يمشيوش يتبعوا هاد الكوره والتيرينات وهاد الشيء ما يمشيوش كانوا مزيانين مع الناس بزاف راه لدرجه انهم كانوا حكام في العصبه هنايا عصبه الدكالة عبده فكيلبيو الطلب ديال اي واحد جا احتاجهم كيلبيو الطلب في التحكيم لا اي حاجه كان عندهم سلوك طيب مع الناس كاملين هما توان هما بجوج دابا واحد توفى واحد بقى وراه كتشوف الحاله ديال العائله والله يرحمهم طلبوا الشباب الله يرحمهم همايا وصبوا ميمتهم عليهم دري دابا راه خرج من الانعاش والحمد لله راه خرج من الانعاش وراه هضر مع والدي مع اختو مع امو والحمد لله والشكر لله دار ما عندهم حتى شي حاجه ناس دراوش بوهم يلاه توفى لهم بعام باش توفى بوهم وهاد الناس دراوش الله عمرها دار لا في الزنقه ولا في الحومه ولا في كل شيء المهم كلهم مزيانين وكلهم دريوشين وكلهم قدر الله عطاه لهم قدر الله ما عندهم ما يقولوا احنا كنتاسفوا بزاف على هاد الوليدات اللي توفاو دازوا عندنا في الترجي انه من ناحيه الاخلاق والتربيه ولا من ناحيه الكره